تمثل سلسلة الكتل المعروفة أيضا بتقنية البلوكتشين ثورة تكنولوجية مذهلة في عالم التكنولوجيا الرقمية. يتساءل الكثيرون عن سبب وراء الضجة الكبيرة حول هذه التقنية، وكيف يمكن أن تغير طريقة تسجيل وتبادل البيانات. في هذا السياق سنتناول أساسيات سلسلة الكتل، ونستكشف مجموعة واسعة من تطبيقاتها التي تتراوح بين المجالات المالية إلى سلسلة التوريد وأبعاد أخرى. أساسيات سلسلة الكتل: البلوكتشين. في جوهرها تعد سلسلة الكتل مجموعة من السجلات الرقمية الموزعة، حيث يتم تخزين البيانات في كتل متتالية محمية بتقنيات التشفير. يتم ربط هذه الكتل ببعضها البعض بشكل آمن، مما يجعل عمليات التعديل أو التلاعب بالبيانات صعبة أو مستحيلة. تطبيقات سلسلة الكتل البلوكتشين: العملات الرقمية. أحد أبرز تطبيقات سلسلة الكتل هو إطلاق العملات الرقمية كالبيتكوين، وهي عملة رقمية تعتمد على تقنية البلوكتشين لتحقيق الأمان واللامركزية في عمليات التبادل. تتبع سلسلة التوريد: توفر سلسلة الكتل شفافية فائقة لسلسلة التوريد، حيث يمكن تسجيل كل خطوة في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل غير قابل للتزوير. التصويت الإلكتروني: تطبيق البلوكتشين في الأنظمة الانتخابية يمكن تعزيز الأمان ويقلل من مخاطر التزوير في العمليات الانتخابية الإلكترونية. الهوية الرقمية: تسهم سلسلة الكتل في توفير هوية رقمية آمنة للأفراد وقابلة للتحقق. الرعاية الصحية: يتيح الاستفادة من سلسلة الكتل في قطاع الرعاية الصحية تبادل السجلات الطبية بين المؤسسات بشكل آمن وفعال. التمويل اللامركزي DFI: تطبيقات البلوكتشين تدعم نظما لامركزية لتوفير خدمات مالية مثل خدمات القروض والتداول. التكتونات القابلة للاستبدال NFTs: هي عناصر رقمية يمكن شراؤها وبيعها باستخدام التقنية بلوكتشين مثل العملات المشفرة والأعمال الفنية الرقمية. سنتناول هذه الأساسيات ونكتشف كيف تحدث سلسلة الكتل ثورة في طريقة تسجيل وتبادل البيانات، مع التركيز على تأثيرها العميق على مجموعة متنوعة من المجالات والصناعات. في زمان لا يعد فيه الابتكار خياراً بل ضرورة، كان هناك شاب طموح يدعى أحمد، يحمل في قلبه حلما كبيرا. كان يرغب ببناء شركته الخاصة، مشروعا فريدا ينقل التكنولوجيا إلى آفاق جديدة. ولكن كان هناك تحدي ضخم يواجه أفكاره وتخطيطاته، وهو كيف يمكنه ضمان أمان وشفافية العمليات في شركته الجديدة. كان أحمد يعرف أن مستقبل الأعمال يرتبط ارتباطا وثيقا بالابتكار التكنولوجي، وقرر أن يسلك طريق البلوكتشين. بدأ رحلته بالبحث المكثف والدراسة، فأدرك أن البلوكتشين ليس مجرد تكنولوجيا بل هو تحول في طريقة تسجيل ومشاركة البيانات. في مشروعه الجديد قرر أن يكون منصة لتبادل السلع الفاخرة. أدرك أحمد أن سلسلة الكتل يمكنها أن تكون الحلقة السحرية التي تحقق أمانا للمعلومات وشفافية في جميع المراحل. قرر أن يجعل كل صفقة وكل قطعة فنية مرتبطة بكتلة تمثل جزءا من سلسلة مؤرخة غير قابلة للتلاعب. باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين تمكن أحمد من تسجيل كل خطوة في سلسلة التوريد، من إنتاج السلعة في المصنع إلى توصيلها إلى العميل النهائي. لم يكن هناك مجال للشك أو التلاعب، كل تفاصيل الصفقة كانت شفافة ومتاحة لجميع الأطراف المعنية. كانت النتيجة هي تحسن كبير في سمعة شركة أحمد، حيث أصبحت الثقة القائمة بينه وبين عملائه.
وشركائه أساساً للنجاح، كما حققت شركته توفيراً هائلاً في التكاليف من خلال توفير وقت وجهد في التحقق من سلامة كل عملية. بهذه الطريقة استطاع أحمد الشاب أن يحقق حلمه وينطلق في عالم الأعمال بثقة، فقد تعلم أن الابتكار والاستعانة بأحدث التقنيات مثل البلوكتشين يمكن أن يكونان المفتاح لنجاح أي مشروع. ما أهمية وأساسيات وتطبيقات سلسلة الكتل؟ سلسلة الكتل المعروفة باسم بلوكتشين هي تقنية مبتكرة أثبتت أهميتها الكبيرة في عدة مجالات، مما جعلها محوراً للانتباه في عصر التحول الرقمي. تتسم هذه التقنية بمجموعة من الخصائص الفريدة التي تجعلها فعالة وموثوقة فيما يخص الأمان. يعتبر استخدام التشفير أحد أهم جوانب سلسلة الكتل، حيث تقوم بتأمين البيانات وتحميها من التلاعب. تتيح للمستخدمين التحقق من صحة العمليات والمعاملات بسهولة، مما يقوي ثقة بين الأطراف المتداولة. هذا يجعلها مثالية لتحسين أمان المعلومات وحمايتها من التهديدات السيبرانية. من جانب آخر، تتميز سلسلة الكتل بشفافية العمليات، حيث يتم تسجيل جميع العمليات في كتل متتالية لا يمكن تغييرها. يتيح هذا الأمر للأطراف المعنية مراقبة سلسلة العمليات بشكل دقيق، مما يقلل من فرص الغش أو التلاعب. وفي سياق العمليات التجارية، يمكن استخدام هذه الخاصية لتحسين الشفافية وتحقيق التوثيق الدقيق للعملات. في مجال العملات المشفرة، نستفيد من سلسلة الكتل، حيث أن البيتكوين هو أحد أبرز الأمثلة على استخدامها. توفر هذه التقنية طريقة آمنة ولا مركزية للمعلومات المالية، وهو ما يجعلها بديلاً واعداً للنظم المالية التقليدية. في مجال الصحة، تساهم سلسلة الكتل في تحسين تداول المعلومات الطبية بطريقة آمنة وفعالة. يمكن استخدامها لتسجيل التاريخ الطبي للمرضى وضمان حماية خصوصيتهم وسرية معلوماتهم الحساسة. نجد تطبيقات سلسلة الكتل أيضا في تسجيل الملكية الفكرية وتوفير نظام فعال لتأمين تبادل الأصول الرقمية. يمكن استخدامها أيضا في مجالات مثل التصويت الإلكتروني لتحقيق نظام انتخابي أكثر أمانا وشفافية بشكل عام. تعد سلسلة الكتل تقنية رائدة تسهم في تعزيز الأمان وزيادة الشفافية وتغيير طريقة التفاعل وتبادل في مختلف المجالات. تعزز هذه التقنية الابتكارات الجديدة وتفتح آفاقا واسعة لتطوير الأعمال.